يعني زي ما حضراتكم شايفين احنا النهارده في موقع العمل في عدد من المشروعات داخل قريه منسفيس التابعه لمركز ابو قرقاص، والنهارده مشروعات حياه كريمه لتطوير قرى الريف المصري، مشروع نقطه اطفاء. المشروع ده بيخدم 7 قرى عباره عن 3 ادوار بالاضافه الى دور رابع. هل تتخيل ان المشروع ده تم تسليمه، يعني تم استلامه في شهر 9، لابد ان هو هينتهي في شهر 12، يعني 3 شهور عمل متواصل في الايام، مفيش اجازات، كله 3 شهور عمل متواصل يوميا بيتم العمل. احنا النهارده زي ما انتم شايفين في مرحله التشطيبات النهائيه اللي بتجري في مشروع نقطه الاطفاء، وطبعا جنبيها الوحده الصحيه وجنبيها نقطه الاسعاف. زي ما انتم شايفين يعني احنا دلوقتي في قلب المشروع اللي بيجري فيه العمل، ودي نقطه اطفاء بيتم فيها العمل والانتهاء منه. من المفترض ان يتم تسليم المشروع في خلال شهر 12 القادم. يعني هنا العمل زي ما قلت لحضراتكم بيجري على قدم وساق. النهارده احنا في مرحله التشطيبات النهائيه اللي بتجري. ده ايضا واحد من المشروعات الاخرى اللي في قريه منسفيس، وهو مشروع انشاء مركز طب الاسره، وده كمان بيضم يعني التامين الشامل. زي ما انتم شايفين حجم مركز طب الاسره والانجاز اللي تم حتى الان، يعني المشروعات دي تم استلامها في اوقات قريبه، وزي ما انتم شايفين حجم العمل وحجم الانجاز اللي تم حتى الان. العمل زي ما قلت لحضراتكم هنا بيجري على قدم وساق، الجميع يعمل والجميع هنا، ما فيش اجازات، الكل شغال، المعدات موجوده، يعني كله بيشتغل، حتى لو في راحه بيكون لتشوين المواد اللي بتقوم عليها عمليه البناء والانشاءات اللي موجوده. زي ما انتم شايفين كده احنا في قلب المشروعات اهو، والنهارده الجمعه والناس بتشتغل، يعني زي ما انتم شايفين حجم الانجاز اللي بيتم داخل القرى.